لأهالي عكا وضيوفنا من برية عكا، بنقول كل عام وانتم بخير، وبنقدم فعاليات العيد على مدار ثلاث ايام العيد بتقدمها بلدية عكا، رئيس البلدية جيمون لانكري، نائب رئيس البلدية المحامي أدهم جمل. بنقدم فعاليات للصغار وللكبار يوميا ثلاث ايام عيد الفطر السعيد. فرح نبدا خلال دقائق مع فرقة حلم الأطفال، مهرجين وألعاب ضخمة والمشي على العصي، ورح نوزع حوالي 40 هدية. فنطلب من الجميع يقدموا لعنا لهون، كل الأهالي يجيبوا لنا الأولاد ويقدموا عنا لهون. كل عام وانتم بخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا.